بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين أن كانت هذا الملتقى بهذا العنوان المهم جدا، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الأمة اليوم والتي الكل يبحث عن صلاح لهذه الأمة، فجاء هذا العنوان ليرشدهم ومن باب النبراس ومضى مهمة جدا في حياة الأمة، أن يلتفتوا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه بالرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالعنف ولا بالتطرف ولا بالإرهاب، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، رحيما بمن حوله، حتى بقومه، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بالرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينشر الأمة مما كان فيه، وأن يصلح الفساد والخراب الذي كان مسيطرا ومهيمنا في ذلك المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت مشاركتي في بيان مفهوم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تحدثنا أنه لا بد أن يلتزم الإنسان التزاما تاما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد السيادة والتعظيم لصاحب الشريعة صلوات ربي وسلامه عليه، والأخذ بالمنهج الكامل لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مجتزأ ولا مبعض. وفرقنا بين الاتباع وبين الطاعة، ليس كل من يقوم ببعض الطاعات هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحقق شروط الاتباع التي قد تحدث عنها العلماء، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الهادي لأنوارك، الجامع لأسرارك، الدال عليك، الموصل إليك، صلاة ينفرج عنا بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وعلى آله الأئمة الأعلام وأصحابه هداة الإسلام وأزواجه الطيبات الكرام، واجمعنا عليه يا رب في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب الكريم، أصحاب أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حل ضيفاً كريماً على الزاوية البلقائدية وساحة الدروس المحمدية فضيلة الدكتور محمد صبحي حسن العايدي، حاصر على شهادة دكتوراه في تخصص الفقه وأصوله من جامعة العلوم الإسلامية بالأردن، وحاصر على شهادة ماجستير في القضاء الشرعي من الجامعة الأردنية، وله عدة إجازات في العلوم الشرعية، منها إجازة في القرآن الكريم وفي الكتب الستة من عدة طرق وفي موطأ الإمام مالك رضي الله عنه، وله إجازة في مسلسلات الأحاديث للإمام السيوطي، وله إجازة في كتب السادة الشافعية، وله مؤلفات عدة في علم العقيدة والمنطق والأصول وغيرها. يلقي فضيلته علينا في هذه الليلة المباركة درساً بعنوان مفهوم الاتباع والعلاقة بينه وبين المحبة، استمداداً من قول الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وافتح لنا أبواب الفهم يا كريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم نور قلوبنا بالعلم،
وارفع أذهاننا عن درجات الوهم، وحل أخلاقنا بالحلم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إني أقف هذا الموقف اليوم وأجلس هذا المجلس بإذن من سيدنا الشيخ سيدي عبد اللطيف حفظه الله ورفع الله مقامه ونفعنا به وبعلومه وأبداده في الدارين، آمين. أيها السادة العلماء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، لعل هذا الموضوع قد استهواني منذ زمن أن أتحدث عن مفهوم الاتباع وعلاقته بالمحبة، وذلك أن هذا المفهوم صار فيه خلط كبير خاصة في هذه الأيام، حيث أن بعض الناس يوهمون العامة ويوهمون الآخرين أنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. فكيف يمكننا أن نفصل هذا الأمر إلا إذا حددنا مفهوم الاتباع، ثم نسقط هذا المفهوم على الناس؟ فمن كان منضويا تحت هذا المفهوم كان متبعا، ومن لم يكن منضويا لم يكن متبعا. فالحق سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قالوا: نزلت هذه الآية أولا في أن اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ثم قال الله تعالى لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونزلت في النصارى حيث قالوا: أنما نقول نعظم عيسى عليه السلام ونقول عنه أنه ابن الله من باب محبتنا لله ومحبتنا له، فأنزلت هذه الآية. وبعض المشركين كانوا يعبدون الأصنام، فلما سئلوا عن ذلك قالوا: إنما حبا لله نفعل ذلك لتقربنا إلى الله زلفى، فأنزلت هذه الآية، على خلاف في أسباب النزول، أو قد يكون الأسباب متعددة في النزول. على أي حال من هذه الأحوال، فالآية تبتدئ: قل إن كنتم تحبون. ومعلوم أن الآيات التي تبتدئ بقل إما أن يكون المراد منها التأكيد على ما سيأتي، وإما أن يكون المراد منها الجواب على سؤال يسألونك عن المحيض، قل هو أذن، وإما أن يكون المراد منها ردًا على ادعاء كاذب، فيقول الحق سبحانه مخاطبًا الحبيب صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله، أي ردًا على ادعائكم للمحبة الله وأنتم مخالفون لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم تلاحظون أيها السادة الكرام أن الآية جاءت في سياق الشرط، وهذا مهم جداً أن نعرفه قبل أن نبتدئ في تحليل هذه الآية. فالشرط هنا إن كنتم، وجاء بكنتم أيضاً بعد إن الشرطية التي تفيد الكينونة، فكأن الله تعالى يقول لهم: إن كنتم، أي إن كما تدعون من كينونة المحبة لديكم، إن كنتم تدعون كينونة المحبة لديكم فاتبعوني يحببكم الله. ومعلوم أيضاً أن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته كما يقول الأصوليون. ومعنى ذلك، وهذا مهم جداً، أن المحبة إذا عدمت لا يوجد شيء اسمه اتباع. ولذلك لا يجوز لأحدٍ أن يقول: أنا متبع للنبي، أو أنا متبع للشرع، وهو لا يحب النبي ولا يحب الله. هذا ادعاء كاذب مرفوض بحسب منطوق الآية، لأن الشرط في هذه الآية من جهة العدم مفعل، يعني إذا عدمت المحبة عدم الاتباع رأسا.
ولا يمكن أن يدعي مدعي الاتباع ثم هو ليس محبا، فصارت المحبة أصل تترتب عليه الأفعال بعد ذلك. ولذلك عدها العلماء، عدوا المحبة من الإيمان وليست هي من الأحكام. يعني المحبة ليست حكما أنه يجوز لك أن تحب أو لا يجوز لك أن تحب، لا، المحبة جزء من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. فعلق النبي المحبة على الإيمان مش على الأحكام الشرعية. معنى ذلك صارت المحبة هي جزء أو جزءا من الإيمان. أيها الإخوة الكرام، ما هي المحبة وما هو الحب الذي قد تحدث عنه العلماء؟ هناك كلام طويل أختصره لكم في هذه الدقائق المحسوبة المعدودة علينا، لنأخذ زبدة ما قد قاله العلماء والفقهاء وعلماء السلوك، خاصة الإمام القشيري رضي الله عنه، فقد كتب في هذه المسألة كلاما عظيما، فقال بأن المحبة تنقسم إلى أمرين: محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. ولذلك قالوا: ليس المهم أن تحب، ولكن المهم أن تحب. فكم من محب لم يحب وعدى عن ذلك، فإنه قد قال بأن المحبة أصلها في أصلها ميل لإدراك شيء جميل أو عظيم. وإن كان المتكلمون أو بعض المتكلمين قد ذهبوا وربطوا المحبة بالإرادة، فقالوا المحبة هي إرادة الثواب. لماذا تحب الله؟ لأنك تريد الثواب. لماذا تحب الله؟ لأنك تريد كذا. قالوا أما أهل المعرفة فقالوا ربط المحبة بالإرادة ليس هو كمال المحبة، وإنما المحبة ليس فيها صالح ولا مصالح، كمحبة الأطفال بعضهم لبعض، لا تجد مصلحة بين هذا وذاك. فقالوا بأن المحب الحقيقي هو الذي لا تربطه أو لا تنبع المحبة من قلبه لمصلحة يريدها، وإنما لذات الشيء. فقالوا بأنك قد تحب الشيء لذاته لا لمصلحة. مثلا قد نسمع بأن أحدا من الناس عنده بعض الصفات الكاملة فتحبه مع أنك لم تره. ما الذي دفعك لحبه؟ هو ذات الصفة الكاملة. ولذلك جمع بعض العلماء القول بين المتكلمين وبين العارفين في مفهوم المحبة العبد لله، فقالوا مبدأها طلب الثواب. مبدأ المحبة تبتدئ بطلب الثواب، كأن لو عندك طفل صغير تقوم أنت تعطيه بعض الحاجات والهدايا من أجل أن يفعل مقصدا كبيرا، أنت لا تريد من الثواب الذي أعطيته عين الثواب ولا هو غاية، وإنما هو وسيلة من أجل أن يصل إلى غاية. وكذلك الحق سبحانه عندما ذكر لنا الجنة وذكر لنا نعيم الجنة وذكر لنا ما أعده الله تعالى للمتقين يوم القيامة، إنما هي وسيلة من أجل تحفيز الهمم الضعيفة ليتحقق المقصد الأعلى بعد ذلك وهو رضوان الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما في الجنة من أنهار وكذا وكذا وكذا، ثم قال: ورضوان من الله أكبر. فإذا أعطاك الله تعالى وذكر لك نعيم الجنة وما أعده الله تعالى، إنما ذكره من أجل شحذ الهمم الضعيفة، من أجل أن يتوسطوا هذه الوسائط ليصلوا إلى الغاية العظمى بعد ذلك. فالمحبة تبتدئ أولاً بالإدراك، تبتدئ بالإدراك. إذا لم يدرك الإنسان
لا يمكن أن تتولد عنده المحبة. وقالوا ما هو الذي يجب أن يدركه؟ أمور ثلاث: أن تدرك إما الكمال، وإما أن تدرك الجمال، وإما أن تدرك الفضل حتى تتولد المحبة. المحبة لماذا تحصل؟ لشيء كمال، أو تحصل المحبة لأمر فيه جمال، أو قد تحصل المحبة لفضل تراه من أحد الناس. هذه أصل بداية المحبة. فإذا تعرفت على ربك سبحانه وتعالى، وتعرفت على كمال الله وجمال الله وفضل الله عليك، تولدت المحبة، بداية المحبة في القلب. ثم تتوسط المحبة إذا تولدت بهذه المعرفة، تتوسط المحبة بالانجذاب إلى الله عما سواه. هذا الوسط: البداية بالإدراك للكمال والجمال والفضل، ثم تتوسط بالانجذاب إلى الله عما سواه، ثم نهاية المحبة أيها السادة الكرام هو الفناء بالله عما سواه. نهاية محبة العبد أن يفنى عن ذاته وعن كليته وعن نفسه لله تعالى. هذا بالنسبة لمحبة العبد. وأما محبة الله للعبد فهذه قضية ثانية. فقالوا محبة الله للعبد ليست هي الرحمة. هي صحيح أنها إرادة الرحمة، ولكنها رحمة مخصوصة. محبة الله للعبد هي رحمة وإنعام من الله، ولكنها رحمة وإنعام مخصوص. فقال هو إنعام مخصوص يلقيه الله تعالى على العبد فيبقيه به. نعمة وإنعام مخصوص يلقيه الله تعالى، يلقيه الله على العبد. ولماذا قلنا يلقيه؟ لأن الله تعالى قال لسيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني. معنى ذلك محبتك لله تكتسبها اكتسابا بأن تدرك جماله وكماله وفضله، وأما محبة الله لك فهي محض تفضل من الله وليس بكسب من العبد. فمن شاء الله أحبه ومن شاء لم يحبه، فإنها لا تتحقق بالكسب. ولذلك لاحظوا في تركيب الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فاتبعوني يحببكم جملة طلبية، ولم تأتي على شكل الشرط كما هي الأولى. إن كنتم تحبون فاتبعوني شرطية، ولكن اتبعوني يحببكم طلبية وليس شرطية. معنى ذلك كأن الله يقول بأن محبتي للمتبعين هي بمحض فضل مني، وليس لأنهم قد فعلوا أفعال الاتباع. هي محض تفضل من الله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أيها الإخوة الكرام، ماذا يمكن أن يجتني العبد بالمحبة؟ المحبة سبب الرحمة. هذا أتي بالنعيمان وهو رجل شرب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجلد، ثم عاد فشرب فجلد، ثم عاد فشرب فجلد. فقال أحدهم: اللهم لعنه على كثرة شربه وكثرة ما جلد. ما راضي يستوعب. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. المحبة هي سبب الرحمة، سبب الرحمة. المحبة هي سبب التفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر قال: لأعطين أو لأدفعن الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن ما هو سبب التفاضل في سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه؟ إنما سبب التفضيل النبي له لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، سبب التفضيل. ما قال النبي بسبب كثرة أعماله وبكثرة صلاته وبكثرة صيامه وبكثرة علمه،
لا، قال النبي لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. المحبة أيها الإخوة الكرام بالمحبة تسبق العاملين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا ليحب الصالحين ولما يلحق بهم، يعني في ناس أعلى منا درجات كثيرة فكيف نلتقي بهم يوم القيامة، يعني مثل حضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه الكلام وجه للنبي، كيف نجتمع بك يا رسول الله وأنت مقامك هو مقامك ونحن لا لما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، تلحقني بالمحبة تجتمع بي بالمحبة، تصل إلى رتب الصالحين وتجتمع بالصالحين بالمحبة أيضا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الشطر الأول من محاضرتنا. وأما الشطر الثاني من المحاضرة وهو ما هو مفهوم الاتباع بعد أن تكلمنا عن مفهوم المحبة. الاتباع عندما تتتبع كتب اللغة ومفردات اللغة في تبعة في التاء والباء والعين كما يقول ابن فارس، ستجدها بأنها لا تخرج عن هذه المعاني التي سأذكرها لحضراتكم، وهو أولاً بأن التبع معناه التلو والقفو في الشيء أن يأتي بعده وتلوه مباشرة من غير فاصل، فمعنى اتباعك للنبي أن يكون لا يكون هناك حاجز بينك وبين رسول الله، حاجز ليس من جنسه، أما إذا كان هناك مرب يربطك برسول الله فهذا لا يقطع التلو لاتصال السند بك وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد أن يتبع النبي لابد أن يبحث عن ولي مرشد يسلكه ويوصله برسول الله، وإلا لا يمكن أن يكون متبعا لرسول الله، لأن الاتباع معناته موالاة ما في فاصل. ثم التبع يأخوذ من التبيع وهو النصير وأيضا الغريم، فالنصير يسمى تبيع، ومعنى أن تكون متابعا وتبعا لرسول الله أي أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترى في رسول الله تعالى له ولاية عليك. يقول سهل التستري كما أورد عنه الإمام القشيري رحمهم الله تعالى، يقول من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يرى أنه في ملك رسول الله ما ذاق طعم الإيمان. يجب أن ترى ولاية رسول الله عليك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هل شاهدت هذه الولاية؟ إذا شاهدت ولاية رسول الله عليك وأنك في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في الاتباع، فأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم التبع في اللغة مأخوذ أيضا يطلق على الظل، الظل يسمى تبع لأنه يتابع ويلازم من باب الملازمة للجسم. وهكذا إذا أردت أن تسمى تابعا لرسول الله وينطبق مفهوم الاتباع عليك يجب أن تكون كالظل بالنسبة لذات رسول الله الشريفة، كالظل، أن تكون كالظل لرسول الله، كالظل لرسول الله. الظل لا وجود له من نفسه، كأنه أنت ما لكاش وجود إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم الاتباع. الظل يتحرك بحركة الجسد، فلا يجوز لك أن تتحرك أو أن تسكن إلا ملازما لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تكون هناك الملازمة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كالظل، فإذا كنت كالظل بالنسبة للذات الشريفة فأنت تابع. ثم لابد في مفهوم الاتباع الذات مقصودة، يعني لابد أن تقصد ذات رسول الله، لا يكفي أن تقصد الشرع منفصلا عن رسول الله،
الذات المحمدية مقصودة، ذات رسول الله مقصودة في الاتباع، يعني أنت يجب أن تسير خلف الذات المحمدية، لا يكفي أن تمسك بالشرع وتقول أنا بدي أخذ الشرع وما بدي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسمى متبعا حتى تقصد ذات النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. ولذلك قال هل أتبعك على أن تعلمني، فإن اتبعتني، اتبعتني المقصود الذات، وهذا بخلاف الطاعة، الطاعة مش مقصود منها الذات، وإنما مقصود من الطاعة تنفيذ الأمر فحسب، إذا جاءك أمر أو نهي فنفذته فأنت مطيع، ولكن لا يشترط أن تكون متبعا. الطاعة لا تستلزم الاتباع، لا تستلزم. ولذلك بعض الذين يدعون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بأننا نحن أهل اتباع لا أهل ابتداع، نقول لهم في غالبكم أنتم تؤدون بعض الطاعات، وأداؤكم لبعض الطاعات لا يدل على اتباعكم للنبي، فمن أطال لحيته أو قصر ثوبه أو وضع مسواكا هنا أو لبس ثوبا هذا أتى ببعض الطاعات، ولكن هل أتى بمفاهيم الاتباع التي تحدثنا عنها؟ هل يعتقد بالسيادة لرسول الله؟ لأنه من مفهوم الاتباع اعتقاد السيادة والتعظيم لرسول الله، بدليل لما الحق سبحانه وتعالى سمى القوم قوم وقوم تبع، قوم تبع هم ملوك اليمن، وسموا تبع لأنها قد خضعت لهم الطوائف كلها، خضعت لهم الطوائف وخضع لهم الناس في العراق والحجاز والشام واليمن، فصاروا ملوك اليمن يسموا تبع في ذلك الزمان لأن غيرهم قد تبعهم وخضع لهم، فمفهوم التبع والاتباع أن تكون خاضعا لمن تتبعه، وأن تعتقد به السيادة، وأن تعتقد به التعظيم، وأن تعتقد به القدوة، وأن تعتقد أنه قائد. إذا ما اعتقدت هذه الاعتقادات أنت مش متبع، لأنه هذا حقيقة تركيب اللفظ بهذا المعنى. ولذلك لابد أن نعتقد بسيادة رسول الله علينا، فقال أنا سيد ولد آدم، ولابد أن نعظم رسول الله حتى نسمى متبع. أنت اتيانك ببعض التكاليف والأوامر اسمك مطيع ما اسمك متبع، بدليل إنه الآية القرآن فرق بين هاتين المسألتين، بعد أن تحدث قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول، إذن الإطاعة غير الاتباع، فصل بينهم. فإتيانك ببعض الأوامر والانتهاء عن بعض النواهي لا يستوجب أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعتقد بالسيادة لرسول الله وبالتعظيم الكامل لحضرة جناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا ما أردنا أن نقوله لحضراتكم بين مفهوم المحبة من محبة العبد لله ومحبة الله تعالى للعبد، وأن نتحدث عن مفهوم الاتباع هذا الذي تحدثنا له به عنكم. ثم الاتباع أيها السادة لا يستوجب إلغاء الآخر. يظن البعض أننا إذا اتبعنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك يجب علينا أن نلغي الآخرين، لا، لأن إذا فهمنا العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشرائع السابقة اتضح المقام. الحقيقة الشرع والحقيقة الشرعية الكاملة موجودة قبل الأنبياء، وهي لم تعطى إلا لرسول الله ابتداءً. الشريعة الكاملة قبل أن يوجد الأنبياء مكتوبة منذ الأزل في علم الله، ومقضي في هذه القضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة الكاملة والبحر الجامع للشرائع وللخير،
وهذا البحر الجامع لكل الشرائع والخير لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا موجود. ثم قسم الله هذا البحر، أعطى أجزاء منه للأنبياء، فأخذ سيدنا موسى عليه السلام جزءا، وسيدنا عيسى جزء، وسيدنا كل واحد من الأنبياء أخذ جزء من إيه؟ من بحر الشريعة والحقيقة الكامل الأصل الموجود لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأعطوا كلا على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى، وبعث كل واحد منهم إلى قومه خاصة. ثم لما جاء رسول الله جمعت هذه الأجزاء مرة ثانية وأعيدت إلى بحر الشريعة والحقيقة الأول الذي قد استلمه رسول الله، فأخذ ابتداء ثم أعيد لرسول الله، فصارت الأديان كلها إنما هي جزء من الإسلام الذي قد أعطاه الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مفهوم النسخ، مفهوم النسخ مش معناه الإلغاء. الإسلام لم يأتي لإلغاء النصرانية، ولم يأتي لإلغاء اليهودية، وإنما جاء من أجل النسخ. نسخ كل خير في الشرائع ووضع وأعيد إلى أصله، إلى بحر الحقيقة وإلى بحر الشريعة الأول، ثم استلمه رسول الله. هي هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. ولذلك الإسلام لا يلغي النصرانية، ولا يلغي اليهودية، ولا يلغي أي دين، لأنه هي أصلاً هي أجزاء موجودة في الإسلام أصلاً. ولكن نقول أن تمام الدين وأن كمال الدين إنما هو بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النقطة الأخيرة أيها السادة الكرام، حتى لا نطيل عليكم، بعض الذين يدعون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع لا يكون إلا للمنهج الكامل، وكذلك جعلناك على شرعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شرعة من الأمر فاتبعها، إذا الاتباع بيكون لكامل الشريعة، لكامل الشريعة. ولذلك أخذ الشريعة مجزوءة هذا لا يسمى اتباعا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا يسمى. ولذلك اللي بيأخذ بعض الأحكام في الشرع ويترك بعضها لا يسمى متبعا. ولذلك أولئك الذين يتشدقون ويتشددون في الدين ويظنون بأنفسهم بأنهم متبعون لرسول الله بهذا التشدد وهذا التطرف وهذا الغلو في الفهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، عادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. قيل: من هؤلاء؟ قال: الذين يتشددون في غير موضع التشديد. وبعضهم فسرها: الذين يغالون في أقوالهم وأفعالهم على ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أننا أيها السادة الكرام نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء المتشددون والمتنطعون بالدين وحذرنا منهم. لا يجوز لنا أن نغتر بأن بعض الناس يمارسون بعض التكليفات ويقومون ببعض الأوامر. إياك أن تظن أنهم متبعون لمجرد هذه الأشياء حتى يأخذوا شرع الله تعالى كاملا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: سيأتي قوم حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قراءة القرآن عبادة ولا لا؟ الإتيان بطاعة ولا مش طاعة؟ ولكن هذا لا يعني الاتباع. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في رواية: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجب بهم. وفي رواية أخرى: يصومون كما تصومون، ويصلون كما تصلون، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن إتيانك بالتكليفات لوحدها وبالأوامر لوحدها لا يعني أنك متبع، بل قد ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: ويتدينون
أن يأتون ببعض التكليفات وبعض الأوامر ومع ذلك هم مارقون من الدين، الدين منهم بريء كما أخبر عنهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها السادة الكرام، علينا أن نفرق بين الاتباع والطاعة من جهة، وأن نفهم أن المحبة أساس للاتباع، وأنه لا يجوز لنا أن نفصل أن نقول بأنه في هذا الوقت أن لنا فقط الاتباع وأن المحبة ما لهاش أهمية. هذا كله إخلال بالدين وإخلال بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا أن نأخذ الشرع بكليته حتى أن النصوص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن الكريم، الحق سبحانه وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. معنى ذلك أنه عندنا من النصوص في القرآن هي محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لا يجوز لك أن تتبع المتشابه، تتبع يعني تعطيه السيادة، النص المتشابه ما له السيادة، النص المحكم هو الذي له السيادة على المتشابه. ولذلك أخذ النصوص المتشابهة ثم أن تجعل منها أصلاً تحتكم إليه كما يفعل البعض، وأن تغيب عن النصوص المحكمة، هذا أيضاً زيغ في الدين، هذا أيضاً زيغ في الدين. ولذلك تأخذ الشرع بكليته بمحكمه ومتشابه، ثم ترد المتشابه في الفهم إلى المحكم، هيك بتتم القضية وبتصير صح. ولذلك هؤلاء، هذا الذي عنده القدرة على هذا الربط بين النصوص الشرعية، الذي عنده القدرة إنما هم العلماء وأهل الاستنباط الذين يستطيعون بعقليتهم وبما أودعه الله تعالى فيهم من قدرة ومن فهم، هم الذين يردون المتشابهات إلى المحكمات في الفهم من أجل أن يربطوا بين أجزاء الدين ولا يوجدوا تعارضاً بين هذه القضايا وبين هذه الآيات وبين هذه النصوص. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم، العظيم المعظم الطاهر المطهر صلوات ربي وسلامه عليه، الذي امتدحه الله تعالى والذي ذكره الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أعظمك وما أحلمك وما أرحمك، وما أرحمك بأمتك وما أشفقك على أمتك، ليت هذه الأمة تتبع الشفقة التي كانت في قلب رسول الله على بعضها البعض، والرحمة التي كانت في قلب رسول الله على بعضها البعض. ونهاية أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع منا ولا فينا ولا حولينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شيخنا في سيد عبد اللطيف بالقائد، وأن تبارك في أبنائه وفي ذريته وفي أهله وإخوانه وأقاربه، وفي هذه الزاوية العامرة التي نسأل الله تعالى أن تبقى عامرة بأنفاسه وأنفاس المريدين والمحبين، وأن يبارك في هذا البلد الجليل وهذا البلد العظيم، وأن يديم الأمن في هذه البلاد في بلاد الجزائر والاستقرار، وأن يصرف عنها كل سوء ويصرف عنها كل تطرف ويصرف عنها كل غلو وكل إرهاب، وأن يديم الله تعالى الأمن والأمان في سائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسر أسرار الفاتحة. يا حي يا قيوم. Oh, my God.